السلام عليكم ورحمه الله يعطيكم العافيه يا سابع سنبدا معكم اليوم في الدرس السادس وهو الدرس الاخير بماده الجغرافيا للفصل الاول ويتحدث عن الرياح والمطر وهما العاملان الرئيسيان المؤثران في درجه الحراره اولا سنبدا في الرياح تعريف الرياح الرياح هي حركة الهواء من مكان إلى آخر على سطح الأرض إذن تتحرك الرياح من مكان إلى آخر على سطح هذه الكرة الأرضية وتنتج أو تنشأ نتيجة اختلاف قيم الضغط الجوي من مكان إلى آخر وكلما اختلفت القيم كلما زادت سرعة الرياح. اين تتجه هذه الرياح يكون اتجاهها من مناطق الضغط الجوي المرتفع الى مناطق الضغط الجوي المنخفض وكلما زاد التفاوت في الضغط الجوي زادت سرعه الرياح فهي احيانا نرى بان الرياح تكون هادئه ولطيفه واحيانا تكون عاليه ومدمره تدمر كل شيء اذا اعاده بان الرياح هي حركه الهواء من مكان الى اخر تتحرك الرياح على سطح الارض حسب اختلاف قيم الضغط الجوي وهي تنطلق من او تذهب من مناطق الضغط الجوي المرتفع الى مناطق الضغط الجوي المنخفض تمام اذا هاي هذه هي الرياح ايضا سنتعرف في درسنا لهذا اليوم على انواع الرياح تتكون الرياح من عده من انواع اساسيه الدائمه والدائمه تنقسم الى ثلاث اقسام التجاريه العكسيه القطبيه والنوع الثاني من انواع الرياح وهي الموسميه وتنقسم الى الصيفيه والشتويه النوع الثالث هي الرياح المحليه وايضا تنقسم الى الخماسين وأيضا الرياح الثانية أو القسم الآخر من الرياح المحلية هي رياح الفوهن هي التي تهبط من فوق المنحدر جبلي باتجاه الأسفل والنوع الرابع الرياح اليومية وهي تعرف بنسيم البر والبحر ونسيم الوادي والجبل وسنتحدث عنها بالتفصيل إذا الرياح الدائمة هي الرياح تعريفها بأنها الرياح التي تهب حول العالم بنظام ثابت إذا هي تهب حول العالم بنظام ثابت أنواع الرياح الدائمة عندنا الرياح التجارية لاحظ على الرسم الموجودة أمامك هنا الرياح الدائمة عفوا التجارية تكون من عند خط الاستواء حتى ثلاثين شمالا وثلاثين جنوبا إذا الرياح التجارية أكرر بأنها تهب من مدار السرطان ثلاثين شمالا وثلاثين جنوبا لحد مدار الجدي أما الرياح العكسية فهي تأتي من مدار أو تتحرك بين المدارين بين الدائرة القطبية الجنوبية الدائرة القطبية الشمالية إذا الرياح العكسية من ثلاثين إلى ستين الرياح القطبية تتحرك في منطقة الدائرة القطبية الشمالية والجنوبية اللي هي عند خط ستين إلى تسعين اللي هي الرياح القطبية إذا الرياح التجارية وهي تكون من عند خط الاستواء حتى مدار السرطان ومدار الجدي الرياح العكسيه تكون من عند مدار السرطان حتى الدائره القطبيه الشماليه والدائره القطبيه الجنوبيه واخيرا الرياح القطبيه وهي تكون عند القطب الشمالي والقطب الجنوبي اذا هاي بالنسبه للرياح الدائمه ناتي الى النوع الاخر من الرياح الموسميه الرياح الموسميه بدايه ما المقصود بالرياح الموسميه ما هي هذه الرياح اذا الرياح الموسميه هي التي توجد في مناطق تداخل اليابسه مع الماء اذا موجوده بين المناطق تداخل الماء اليابسه مع الماء كما تلاحظ في الصوره التي امامك هنا تداخل اليابسه مع الماء ولاحظ في هذه الاسهم اللي موجوده امامك التي باللون الازرق هي شتاء والاحمر الصيف فالرياح هذه في فصل الصيف تهب من المحيط يعني تاتي من المحيط باتجاه اليابسه تدخل الى اليابسه اما في فصل الشتاء لاحظ باتجاه الاسهم فهي تخرج من اليابسه الى المحيط منطلقه من اليابسه الى المحيط اذا اكرر انها في فصل الشتاء تنطلق من اليابسة باتجاه المحيط وفي الصيف تأتي من المحيط باتجاه اليابسة أنواع هذه الرياح الموسمية هي رياح صيفية وشتوية أهميتها بأنها تتحكم في مناخ قارة آسيا وينتج عنها فصل الصيف الحار وفصل الشتاء البارد إذن هاي بالنسبة للرياح الموسمية ناتي الى النوع الثالث من انواع الرياح وهي الرياح المحليه ايضا سنتعرف على المقصود بهذه الرياح المحليه هي نوع من انواع الرياح تهب على مكان محدد وفي نفس الفتره الزمنيه يعني في كل سنه تهب هذه الرياح وبنفس الفتره تقريبا بنفس الفتره الزمنيه نأتي إلى أنواع هذه الرياح تنقسم إلى قسمين الرياح أو النوع الأول من الرياح هي رياح الخمسين الرياح الخمسين تأتي مع المنخفضات الجوية وتكون محملة بالأتربة وتكون البارد منها والرياح الباردة التي تهب على جنوب أوروبا إذا رياح الخمسين كلنا نعرف عنها بأنها رياح ترافق دائما بالمنخفضات الجوية وهي حارة وتكون محملة بالأتربة وتذهب إلى جنوب أوروبا. أما النوع الثاني من الرياح ويسمى برياح الفوهن التي تهبط فوق من فوق منحدر جبلي باتجاه أسفله، يعني تأتي من فوق المنحدرات من فوق الجبال إلى أسفل الجبال وتكون صفتها هذه الرياح بأنها جافة وشديدة الحرارة. وتكثر أكثر شيء طبعا حكينا بأنها على المنحدرات الجبلية لكن تتكرر باستمرار على منحدرات جبال الألب طبعا تعرفنا سابقا بأن جبال الألب موجودة في قارة أوروبا أما النوع الرابع من أنواع الرياح فهي الرياح اليومية سنتعرف على الرياح اليومية وهي رياح تتناوب بين الليل والنهار وتكون بشكل دوري يعني تحدث بي... كل يوم يحدث منها في الليل ويحدث منها في النهار وتكون بشكل دوري أما أنواعها فهي نسيم البر والبحر وأيضا نسيم الجبل والوادي لاحظ في الشكل الذي أمامك عندنا نسيم البحر اذا نسيم البحر كما تلاحظ في هذه الصوره يحدث في النهار نسيم البحر الذي يسمى بنسيم البحر فهو يحدث في النهار اما نسيم البر فهو يحدث في اثناء الليل النوع الثاني عندنا ايضا نسيم الجبل يحدث في الليل ونسيم الوادي يحدث في النهار هاي بالنسبه لانواع الرياح الاربعه التي ذكرناها في درسنا اليوم سناتي الى العامل الثاني الذي يؤثر في المناخ وهو الامطار ما المقصود بالامطار الامطار هي مظهر من مظاهر التساقط وفيه يتحول بخار الماء من الصوره الغازيه الى السائله على شكل قطرات ماء يعجز الهواء عن حملها فتسقط على الأرض يعني يا سابع أخذنا في دورة المياه في الطبيعة بأن البخار الماء أو الماء عندما يتبخر ويصبح بخ... الماء عندما يتبخر ويصبح بخار ماء ويتحول إلى الصورة الغازية فيرتفع إلى طبقات الجو العليا فيبرد ثم ينزل على شكل قطرات مطر تصعب الغيمه على حمل هذه القطرات او بخار الماء فينزل على شكل مطر على الارض سنتحدث ايضا على عن في هذا الدرس عن انواع الامطار تتعدد انواع الامطار لكن في درسنا اليوم سنتحدث عن ثلاث انواع من هذه الامطار وهي الامطار التصاعديه والامطار التضاريسيه والامطار الاعصاريه أولا الأمطار التصاعدية أين تحدث هذه الأمطار؟ لو تساءلنا في أي المناطق تحدث هذه الأمطار فهي تحدث في المناطق الاستوائية تحدث يا سابع في المناطق الاستوائية الموجودة على القريبة والموجودة على خط الاستواء كيف تحدث هذه الأمطار التصاعدية؟ لاحظ معي بأنها تنشأ بسبب صعود الهواء الساخن يكون هواء ساخن مشبع ببخار الماء وينتقل إلى طبقات الجو العليا لما يوصل لطبقات الجو العليا يبرد إذا هو كان بخار ساخن وعندما انتقل إلى طبقات الجو العليا كما تلاحظ في هذا الشكل الموجود أمامك هواء ساخن صاعد صعد إلى طبقات الجو العليا عندما صعد إلى إلى طبقات الجو العليا، تعرض للبرودة، برد ثم تكاثف ، ويسقط على شكل أمطار، إذا أكرر بأن الأمطار التصاعدية تكون ساخنة، مشبعة ببخار الماء، تنتقل إلى طبقات الجو العليا، فيبرد ويتكاثف ويسقط على شكل أمطار إذا هاي بالنسبة للنوع الأول أما النوع الثاني من الأمطار وهي الأمطار التضاريسية أيضا سنتعرف على هذه الأمطار بأنها أين تحدث وكيف تنشأ وسنأخذ أمثلة عليها من الأردن إذا أين تحدث؟ تحدث في المناطق التي يحدث فيها اصطدام الرياح المحمل ببخار الماء بسفوح الجبال اذا لاحظ يا سابع وركز معي هون بامطار حتى تميزها عن غيرها امطار تضاريسيه اذا انا عندي شكل من اشكال التضاريس اللي هو الجبال اذا هذه الرياح اصطدمت بتضاريس اللي هي الجبال فعندما اصطدمت سنشاهد او نرى كيف نشات عندما اصطدمت بسفوح الجبال ترتفع الى اعلى هذه هذا الهواء المحمل ببخار الماء وعندما يصل الى طبقات الجو العليا يبرد ويتكاثف ويعود على شكل امطار اذا الامطار التصاعديه حكينا انها انها هواء ساخن وصعد الى اعلى اما التضاريسيه اصطدمت بالجبال لانها تضاريس فانتقلت الى طبقات الجو العليا وتكاثفت وسقطت على شكل امطار من الامثله عليها في الاردن الموجو... الامطار الموجوده على المرتفعات الغربيه في الاردن ايضا جبال الشراه وعندنا جبال عجلون وايضا على جبال السلط اذا هاي عندنا ثلاث امثله على الامطار التضاريسيه في الاردن ناتي الى النوع الثالث من انواع الامطار وهو امطار اعصاريه تحدث هذه الامطار تحدث في المناطق او الاماكن التي تكثر فيها المنخفضات الجويه يعني بيحدث بسبب منخفض جوي بصير في عندي امطار اعصاريه كيف تنشا هذه الامطار الاعصاريه تنشا عندما تتقابل لاحظ معي في هذه الصوره تتقابل كتله الهواء البارده مع الدافئه فيرتفع الهواء الدافئ فوق البارد فيبرد ويتكاثف ويسقط ما به على شكل امطار وكرر تحدث الامطار الاعصاريه في المناطق التي تكون فيها منخفضات جويه يعني بسبب المنخفض الجوي بيحدث عندي امطار امطار اعصاريه تنشا عندما تتقابل بيجي عندي كتلة باردة وكتلة دافئة طبعا الكتلة الدافئة ترتفع فوق الباردة فتبرد هذه الغيمة أو الكتلة الدافئة وتصبح غير قادرة على حمل بخار الماء فتتكاثف فتسقط على شكل أمطار لكن هكذا انتهى درسنا لهذا اليوم ولكن قبل ختام هذا الدرس اريد منكم سماع هذا الفيديو الذي يلخص ما في هذا الدرس من افكار ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليغيظكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والريح هي تيارات هوائية تنتقل من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض ويلاحظ أن الرياح العامة الدائمة لا تهب في خط مستقيم بل تنحرف الى يمين اتجاهها في نصف الارض الشمالي والى يسار اتجاهها في نصف الارض الجنوبي بسبب دوران الارض حول نفسها وتختلف الرياح في سرعتها واتجاهها لذلك يستخدم جهاز الانيمومتر لقياس سرعه الرياح وجهاز دواره الرياح لمعرفه اتجاهها انواع الرياح تتنوع الرياح على سطح الأرض بحسب أماكن تحركها وزمان حدوثها، وتأخذ هذه الرياح صفة الجهة التي تهب منها، إما حارة وإما معتدلة أو باردة، كما تكون جافة أو ممطرة، وذلك حسب مرورها على اليابسة أو المسطحات المائية. أنواع الرياح دائمة تجارية عكسية، قطبية، موسمية، شتوية، صيفية. محلية، باردة مثل البورا في إيطاليا والميسترال في فرنسا. حارة مثل السموم في وطننا والخماسين في مصر والهبوب بالسودان. يومية نسيم البحر، نسيم البر. رابعاً الرطوبة. إذا شاهدنا هذا الفيديو معا وبهذا نكون أنهينا الدرس لهذا اليوم مع نهاية الفصل الأول وأتمنى لكم عطلة سعيدة وأتمنى لكم الاستفادة والاستمتاع ويعطيكم ألف عافية